الوزارة اعتمدت مقاربة جديدة باش تصلح وتأهل قطاع النقل الطرقي بلادنا، حيث بادرنا منذ دجنبر 2021 إلى دعوة مختلف التمثيليات المهنية إلى العمل المشترك ومؤسسة الحوار على أن يتم الاتفاق على برامج عمل سنوية. بالنسبة لحصيلة العمل المرتبطة بقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، تمت مراجعة شروط الولوج إلى المهنة من خلال اعتماد شروط محينة موضوع مشروع مرسوم قيد الدراسة. شرعنا أيضا منذ يوليوز 2023 في العمل عبر بوابة إلكترونية من أجل تسوية وضعيات المركبات ذات نفس الحمولة. بصنا أيضا وقمنا بالرقمنة ديال نموذج بيان الشحن بالشراكة مع وكالة التنمية الرقمية باش يتم الشروع في العمل به بصفة تدريجية خلال هذه السنة إن شاء الله. بالنسبة لتحديد التكلفة المرجعية للنقل للبضائع، تم خلال شهر دجنبر 2023 اعتماد مكتب للدراسات اللي غادي يقوم بإنجاز هذه الدراسة خلال الأشهر المقبلة. ووضعت أيضا الوزارة مشروع قانون المقايسة بين أثمنة النقل وأثمنة المحروقات في مسطرات المصادقة. فيما يخص قطاع النقل الطرقي للأشخاص، تتعامل الوزارة مع ممثلين مهنيين على تفعيل مجموعة من المشاريع اللي تم اتفاق عليها، ومن أهمها عصرانات حاضرة الحافلات، حيث تمت المصادقة على مشروع برنامج تجديدها خلال آخر دورة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مواكبة المقاولات من أجل تجهيز الحافلات بوسائل إلكترونية حديثة المساعدة على السياقة، تطوير وتأهيل منظومة تكوين السائقين وامتحانات نيل رخصة السياقة لصنف الدال مع إدماج التكنولوجيات الحديثة في التكوين، العمل على وضع إطار تنظيمي ومرجعي للمحطات الطرقية بشراكة مع وزارة الداخلية، ومواصلة العمل على رقمنة المساطير المتعلقة بلجنة النقل من أجل تسريع معالجة الملفات. أما بالنسبة لقطاع النقل بالعالم القروي، أذكر بأنه يحظى بالأسباقية من طرف اللجنة الوطنية للنقل، إضافة إلى استفادة هذا النمط من الرخص الاستثنائية للرحلات المنظمة لتلبية حاجية الساكنة القروية في إطار الانتقالات أو التنقلات الموسمية، كما أنه يستفيد من برنامج تجديد الحاضرة. من جهة أخرى، اشتغلت الوزارة على مجموعة من الملفات الأفقية للنقل الطرقي بصفة عامة، وهي فتح ورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق استنادا إلى مطالب المهنيين، ومواصلة رقمنة خدمات النقل الطرقي ونزع الصفة المادية عنها ولا سيما طلبة رخص النقل الطرقي. كما تواصل برنامج تجديد الحاضرة، حيث تم اعتماد هذا البرنامج للفترة 2024-2026 خلال آخر مجلس لإدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأيضا مراجعة دفاتر التحملات كلها الخاصة بنشاط على سبيل المثال كراء السيارات بدون سائق، نقل المستخدمين لحساب الغير، النقل السياحي، قطاع الإغاثة والقطر للمركبات، وهذا بالطبع بإشراك التمثيليات المهنية. واستمرارا للمنهجية التي اعتمدتها الوزارة لتطوير الحوار القطاعي مع التمثيليات المهنية، غادي يتم عقد اجتماعات لجنة القيادة إن شاء الله اللي تنترأسها خلال الشهر المقبل، باش نوقفوا على حصيلة العمل المشترك لسنتي 2022-2023، ونطرحوا المواضيع الجديدة اللي غادي تشكل أولويات العمل المشتركة للسنة المقبلة.